يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دراسة علم المنطق حيث إننا ندرسه في كلية الشريعة في بداية الطلب، فما حكم تعلمنا لهذا العلم؟ هو كون الإنسان يعرف الباطل ويطلع عليه من أجل أن لا ينخدع به، ما هو يطلع عليه ويدرسه من أجل أن يقتنع به أو أن يأخذه، لا، من أجل أن يعرف أنه باطل. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتعلم المنطق أو غيره لأجل أنه يعرف بطلانه ويعرف كيف يرد عليه، لا بأس بذلك. أما تعلمه على سبيل التسليم له والإعجاب به، هذا لا يجوز. نعم.